تم الاعلان عن صفقه هالاند وان هو خلاص عمل الميديكال في بلجيكا او عمل الكشف الطبي في بلجيكا واكيد اجتازه يعني هالاند ما شاء الله عليه مش محتاج ميديكال ده خلاص. انت رايك ايه في الصفقه وهل رايك ان هالاند اختار او خد القرار الصح بالانضمام لمشروع سيتي خاصه ان احنا عارفين ان هالاند كانت معظم الانديه عايزه ان هي تتعاقد معاه؟ طيب خلينا نقول ان هالاند هل هو كمهاجم بخصائصه وامكانياته مناسب لاسلوب بيب جوارديولا وطريقه لعبه والاستراكشر الهجومي بتاعه ولا لا؟ في الوضع الطبيعي بالنسبه للي بيلعب بيه مانشستر سيتي دلوقتي هو مش محتاج مهاجم زي هالاند. ليه؟ لان مانشستر سيتي وهما بيهاجموا الاستراكشر بتاعهم واحنا معانا صور للاستراكشر بتاع مان سيتي وهما بيهاجموا دايما بيلعبوا باتنين تلاتة خمسة، بيدخل الفول باكس بتوعه لجوه جنب محور الارتكاز وبيلعب بخمس لعيبه في الخط الاخير بيخلي دايما الوينجرز فاتحين على الخط والاتنين بتوع نص الملعب معلقين في الهاف سبيسز والراجل المهاجم هو اللي بينزل ويستلم الكره برجله ويلعب بظهره في زون 14 علشان يفعل المنطقه دي. انت فرقك هيضطر ان هو يغير شويه من طريقه اللعب عند هالاند كمهاجم مش المهاجم اللي ينزل في زون 14 ويبدا يلعب بظهره ويستلم الكره ويلعب الناس ده مش هالاند كمهاجم. ولكن اللي ظهر من جوارديولا في السيزون ده في بعض الماتشات قصاد الفرق اللي تتكتل دفاعيا بشكل محكم وبتقدر اللي تتحكم في الممرات الخمسه كلها اللي هو بدا يزود لعيب في الثلث الاخير وبدا يغير الاستراكشر بتاعه من 2 3 5 ل 3 1 6 وبدا يخلي المهاجم بتاعه مش اللي هو ينزل يدروب ديب ويستلم الكره في رجله، لا المهاجم بيتحرك في ظهر الدفاع علشان يشد له الناس المدافعين اللي ورا بالظبط ويخلي لعيب تاني في زون 14 زي دي بروينا في الصوره دي هو اللي بينزل وبيحاول يستلم الكره في رجله. فانا بقول ان معنى قدوم هالاند المان سيتي ده معناه ان المان سيتي في الموسم الجاي هيغير كتير من افكاره منها الاستراكشر الهجومي بتاعه اللي هو هيبقى بالشكل ده معظم الماتشات 3 1 6 وهيبدا يطلب من المهاجم بتاعه اللي هو يكون مهاجم بيتحرك في ظهر الدفاع وبيلعب منطقه الجزاء اكتر ويخلي الراجل اللي بيستلم في زون 14 يكون دايما واحد من لعيبه نص الملعب زي ما شايفين في الصوره. عويس هالاند خد القرار الصح؟ هالاند طبعا خد القرار الصح، وانا رايي الشخصي ان من ساعه اجويرو اميدو السيزون اللي فات واللي قبليه من ساعه ما اجويرو ابتدت اصاباته تزيد وابتدت عدد ماتشاته تقل مانشستر سيتي عندهم مشكله كبيره جدا. يعني انت بتتكلم السنه اللي فاتت كان هداف الفرقه جوندوجان. السنه دي هداف الفرقه محرز جاب 23 جول في كل البطولات. مثلا لو خيسوس اللي انت بتتكلم عليه ان هو المفروض الفيرود الثاني اللي المفروض يشيلك او حاجه احسن سيزون عمله كان جايب 14 جول في الدوري. فمانشستر سيتي زي ما طارق بيقول بيلعبوا بسيستم لعب بيخلي ان كل اللعيبه عندها اوبورتيونيتي ان هي تجيب اجوان وده باين السنه دي ان كله جايب وكل اللعيبه يعني بتروح على الجون كتير. بس انت عندك اميدو كل الفرق الجامده وكل الفرق انا بقول ان الحته الوحيده اللي ناقصه عارف البازل دي الحته الوحيده اللي ناقصه مانشستر سيتي ان انت يبقى عندك حد بيجيب لك 30 و40 جول. هم حاولوا مع كين في الصيف عشان كده انا بقول لك انا فاهم طارق بيتكلم طبعا في ايه. بس انا كنت حاسس من ان جوارديولا كان عايز يعني يغير من افكاره من اول السيزون ان هو كان بيحارب على كين. واعتقد ان كان رونالدو كان فكره ان رونالدو يروح او ميسي يروح ما كانتش كانت اتعرضت وهو ما رضيش لو فاكر في اول السنه. فهو يعني محتاج فيرود بروبر نمبر 9 زي ما انت بايرن اللي كسبه مين ليفاندوفسكي بيجيب مش عارف كام بنزيما ليفربول صلاح صلاح ما انت دي البازل عارف انت ناقص حته في البازل. انا بقول ان هالاند اختار طبعا البروجكت الصح اللي يروحه يعني. انا بقول ان هالاند انا بتفق معاكم ان هالاند اختار البروجكت الصح خاصه ان ريال مدريد ما كانوش انترستد فيه قوي دي معلومات عندي يعني. بالنسبه لهم مبابي هو اللي عايزين يبنوا مشروعهم حوالين مبابي. فلو اختار ما بين برشلونه بالوضع الحالي ومانشستر سيتي لا مانشستر سيتي برشلونه عنده مشاكل كتيره جدا. لو اختار ما بين تشيلسي ومان سيتي هختار مان سيتي لان تشيلسي ما تعرفش المستقبل رايح فين مع الاونرز الجداد هيصرفوا قد ايه هيعملوا ايه توماس توخيل اللي هيقعد ولا لا. فهو نفسه اختار المشروع الصح طبعا. لكن من ناحيه سيتي انا لو كنت مسؤول في السيتي كنت هحارب على كين تاني لان كين القطره بتاعته اقل بكتير من هالاند عارف البريمير ليج استمرار سعره كان هيبقى اكتر بكتير حتى لو اكتر يعني عم هم عندهم مشكله في الفلوس يبقى بدل لا انا بتكلم ده اصغر بكتير ده اصغر بكتير يعني. انا كنت هروح لكين 10 مرات قبل هالاند بس ما هو مهاجم مختلف عنه يعني هالاند مختلف عن كين جامد قوي يا جماعه كين جامد كين هو كين طول ما هو موجود عنده عارف اكتشفت ان كين جامد قوي يعني السنه دي بالذات عشان لما نزل ولعب كوره بقى انا من 10 بالظبط لما نزل السنه دي كين عمل دور
اللي هو بيلعب في كاونتر اتاك تيم وبيلف مش نمر 9 بس، هو نمر 9 جامد جدا ونمر 10 خلي بالك. انا قلت طول ما انت عندك مهاجم زي كين ما عارفش يعمل الكلام ده. لا انت طول ما انت عندك مهاجم زي كين انت مش محتاج لصانع العاب رقم 10 ولا محتاج لمهاجم رقم 9، لان انت عندك لاعب بيقوم لك بالدورين مع بعض. السيزون اللي فات كين كان هو هداف الدوري وفي نفس الوقت هو اكتر لاعب بيعمل اسيستات في الدوري.